بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. أخباركم إن شاء الله طيبين. آسفة على القطعة الطويلة. قبل ما ندخل بالتفاصيل، صلوا معي على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويلا نقول مع بعض. أول حاجة أنا آسفة من كل قلبي أنه قطعت عنكم فترة كذا، تقريبا 4 أيام أو 5 أيام. شوفوا، أنا صورت فيديو ثاني غير هذا الفيديو، بس مع الأسف أنا صورت بالكاميرا الأمامية، والكاميرا الأمامية كانت ما هي نظيفة، فطلع التصوير مشوش. ما أقولكم مو واضح، واضح، بس الجودة مي نفس جودة الفيديوهات الثانية اللي عندي. فإذا أنتم حابين أنزل الفيديو بالجودة العادية، قولوا يا أم سارة نزليه، تمام؟ إذا أنتم خلاص منتم حابين تشوفون الفيديو بالجودة العادية، قولي يوم صار لا تنزلينه وما راح انزله. فانتم اكتبوا لي بالكومنتات تحت بالتعليقات، تبغون ننزل الفيديو ولا ما تبغون؟ اذا تبغون بمنتج لكم وانزله ان شاء الله. انا ترددت صراحه بانزاله. طيب خلونا نفوت الفيديو اليوم ونشوف ايش عندنا. انا في مطبخي زي ما تشوفون، اول ترتيب زي كل سنه قبل رمضان ان شاء الله. الله يبلغنا اياه ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين، انا وكل السامعين يا رب يا كريم. كل فترة قبل ما أبدأ بتفريزات رمضان لازم أشيك على المطبخ وأجرد المطبخ ونظف الدروج، عشان لما أبدأ أفرزن خلاص يكون كل شيء نظيف، كل شيء مرتب، ما أبدأ على حوسة. هذه اللي متابعين معي بالإنستغرام عارفين نظامي أكيد. فاليوم بإذن الله تعالى أول حاجة راح نمسك درج درج، راح ننظف، راح نملي العلب الفاضية. وكمان في حاجة مهمة أنا أسويها كل مرة، أسوي جرد المطبخي قبل رمضان، المواعين اللي أحس أني ما أحتاجها أحطها في كرتونة. هذا نظام كل أسرة أعتقد، أي شيء فايض عندها اطلع. أول شيء يا حبيبات قلبي راح نبدأ مع الدرج حق البهارات، زين، وبعدين راح ننزل تحت كذا ونبدأ مع الدروج السفلية لحدات ما نوصل للدرج اللي بالزاوية، وبعدين نبدأ مع الدروج اللي تحت. أنا صراحة رمضان هذا إن شاء الله ناوي أسوي تغييرات كبيرة عندي بالمطبخ، تغييرات مو بالأثاث طبعا، الحمد لله مطبخي حلو، لكن راح أسوي تغييرات في العلب، تغييرات في بعض التصميمات الديكور انا ازينها عندي بالبيت زي كل سنه، علشان احس انه انا قاعده اسوي شيء يعني يغير نفسيتي. هذا مطبخي وهذا مملكتي وانا اللي اضبط فيه وازين، واكيد راح اخذكم معي جوله باذن الله تعالى للمحلات اللي راح انزل عليها، اكيد كلها محلات اقتصاديه وتوفيريه زي ما تعودتوا على ام ساره. الحين خلونا نبدا مع الدرج البهارات. راح ابدا فيها هذا الدرج، ببدا مع البهارات، بشوف انا حاطه هنا جيلاتين ابغاها، بودرة جوز هند، نعناع، نشا، لومي، بيكنج باودر، آجيلي ومحسن النكهة أنا حابة إني أستغني عنه خلاص، كاري، فلفل مجروش حار، كركم، بهار هندي، ريحان، كمون. الريحان كمان حابة أستغني عنه المجفف، لأنه شوفوا زمان أنا ما استخدمته أصلا، خلاص قاضيات وما جددتهم، زين. زنجبيل مطحون وخميرة وعصفر، وعندي هنا باربيكيو وبيكربونات الصوديوم، وعندي نعناع، وعندي هنا قرنفل مطحون، وعندي حب كزبرة، وعندي زبيب أشقر، وعندي ورق غار، وعندي قرفة مطحونة، ثوم بودرة، وثوم مجفف، وبصل مجفف، وصفار زعفران. هذا كله اللي تحت أبغاه. إذا شوفوا أنا كذا أمشي أخلص العلبة اللي ما أبغاها أشيلها، زين. طيب الأغراض اللي فوق أنا حاطة خل، حاطة ماء ورد. الأغراض هذه اللي فوق تشوفونها هنا، أقرب الكاميرا تشوفون كيف، هنا هنا حاطة خل، هذه الفيتامينات حقتي، حاطة خل وحاطة ماء ورد وحاطة خل تفاح كله أبغاه. وفوق فوق أنا حاطة هناك قمح، ملوخية، فاصوليا، برغ الخشن، فول، حمص، جريش، فكله أنا أحتاجه. هذا الدرج أنا ما راح أرتبه الحين لأنه في أغراض راح أشيلها وراح أحطها، فراح أتركه كذا. نبدأ الحين بالدرج هذا اللي فوق، بنشوف أنا إيش حاطة فيه. طبعا تجاهلوا، في كراكيب عندي، أكيد في كراكيب، لا تتوقعون إنه أم سارة دائما مطبخها مرتب ونظيف، لا أنا كمان أنحاز زيكم. حاطة تحت البرقان، حاطة فوق الشيالات والعلب الحلويات. البرقان انا ناوي افضي منها اللي هي جكات الميه والعصير وكذا، ناوي افضيها كلها، اخلي بس اللي احتاجه والباقي كله راح اطلعه وراح احطه بكراتين. فيلا خلونا نبدا. طلعوا اي حاجه ما تستخدمونها كثير بالمطبخ علشان ما تسحم عليكم المطبخ
ودوها للجمعيات الخيرية، في ناس ثانية تستفيد منها على وجه شهر رمضان بإذن الله تعالى. فضيت كل الجاكيات اللي ما أبغاها، بقى عندي هنا بس جاكين، بقى عندي هذا زين، وبقى عندي أنا طويلة بس عاد مو لدرجة إني أمغط حالي جوا، أحس عظامي تمدد. هذا ما راح أرميه وهذا ما راح أرميه، والباقي يا بنات كله بحطه وبطلعه. الحين بنشوف عاد الشيالات اللي عندي. جتني أسئلة كثيرة عن الإسفنج الأزرق لأن فارشته داخل الدروج، هذا خذوه من محلات المكياج، يقولون نبغى لباد الدروج الإسفنجي ممتاز جدا، يشيل رائحة المية والرطوبة ويخلي الدرج دائما نظيف. خلاص كذا مسحت الدروج كلها، الحين ما راح ارجع الاغراض اللي انا حاطتها هنا لا ابدا، راح ارجع اغراض ثانيه علشان يعني سبحان الله ست البيت او رائد المطبخ كل ما عاشرت مطبخها اكثر كل ما فهمت له اكثر، فهي تعرف كيف تقسم اغراضها وين تحطهم، واحتياجاتها مع الوقت تتغير. يعني مره انا مثلا برمضان احتاج لاطباق البلاستيك اكثر من الشيالات وهكذا، فكل واحدة تعرف وين القريب والاسهل من ايتها. فالحين انا راح اجيب هنا الاطباق البلاستيك كلها راح احطها هنا. خلاص زي ما انتم شايفين الدرج شالي وبعد يكفي، فحطيت هنا كل الاطباق، اطباق خلط الكيك حطيتها من الجهة اليسار والبلاستيكيات وكل شيء فوق هذه كلها المصافي، وعلى اليمين اطباق خلط السلطة واطباق تقديم السلطة، كل الاشياء الكبيرة حطيتها هنا علشان خلاص اعرف ان الدرج هذا لهم. الحين بننتقل على ادراج الدرج اللي بعده وبنشوف انا ايش حاطة. انتقلنا للدرج الثاني، الدرج الثاني هنا فوق كنت حاطة اطباق القزاز حقات السلطة فضل علي الحين، ففي اكواب راح اشيلها ما ابغاها، وفي بلاستيكيات راح احطها فوق اكواب بلاستيك، وفي يعني راح ارتب الدرج اللي ما احتاجه زياده ورا واللي احتاجه قدام. فخلوني اشوف ايش اللي ابغاه وايش اللي ما ابغاه. رتبت حطيت الكاسات اللي رقبتها طويله ورا، حطيت قدام الاكواب البلاستيك، حطيت تحت كل الاكواب اللي احنا نستخدمها والاكواب الثانيه اللي ما ابغاها طلعتها، وصف الدرج كيف صفه علي. انا ارتاح اكثر بالقله، يعني لما اشوف اشياء مسحومه داخل الدرج انا اتعب. طبعا انا ماني من النوع اللي مسرفه بشراء المواعين ابدا ابدا، بس سبحان الله كل ما طلعتي تكتشفين انه كمان في فايض عندك. الله ان شاء الله يا رب يدوم النعم علينا ولا يزولها. الحين خلونا ننزل للدرج اللي تحت. زي ما تشوفون انا حاطه فوق المنظمات وتحت تحت منظمات كمان، وحاطه بالنص اطباق ساره زين، بخلي المنظمات بالطبق الاولى والثانيه او بخليهم كلهم مع بعض ماني عارفه، وبعدين بحط اطباق ساره بالرف اللي فوق. فخلوني اشوف كيف بدات. كل ما طلعت شيء انا امسحه، يعني الحين الدرج هذا فاضي بشيل الاغراض اللي فيه وبمسحه اكيد. اذا عندك طفله ولا طفل بعمر سارونا خصصي لهم درج كذا فيها اطباق ومسحونهم، لا تزحمينها مع مواعينك، اذا لو زاويه صغيره بالدرج تكفي. حطيت فوق اطباق ساره زي ما تشوفون، تحت حطيت المنظمات، واخر شيء حطيت صندوق الشمع اللي فيه الفواحه حقت الشمع والشمع والزيوت العطريه كلها حطيتها بصندوق تحت. هي كانت مع البخور نفس الصندوق بس كان درج البخور مسحوم، الحين اوريكم اياه. بعدين نقلت الشمع لحاله عشان ما يسوي لي كركبه يعني. الحين خلونا ننتقل على المصيبه. الله يا رب يجيرنا من المصايب. درج الزاويه. الحين ابغى اشيل كل الاغراض اللي فيه وبوريكم كيف انظمه مع المنظمات اللي انا شريتها. يفترض انه انا وريتكم المنظمات بالفيديو اللي فات اللي قلت لكم تشويش واضح بالفيديو، بس بوريكم الحين المنظمات كيف ارتبها. وريتكم اياها بالفيديو الفات عرضتها عليكم، والحين بوريكم كيف ارتبها وبنحكي عنها ان شاء الله. بس خلوني اول شيء اطلع كل القرابيع هذه وبعدين الطبقه اللي تحت. الحين انا عندي هذه المنظمات، هذه المنظمات من ضمن الاغراض اللي انا اشتريتها من وقت كنا بالقصيم. اللي متابعيني بالانستغرام كمان شافوا لي سفرة القصيم قبل اسبوع تقريبا او خمس ايام. جبت هنا هذه المنظمات خمس ريالات. حاولوا تشترون المنظمات على قد ما تقدرون يا بنات. الحين ابو خمسة كل شيء موجود فيه، اشياء اساسية تشترينها بس والله تنظم لك المكان
وتنظم لك الدروج، وتنظم لك المساحات الضيقة، المساحات الصغيرة. لو تلاحظون مطبخي كل ما فتحت درج يكون في منظم، كل ما فتحت زاوية يكون في أرفف إضافية، رغم أن مطبخي كبير، بس ما تتخيلين وش كثر المنظمات تنظم لك، حتى شراريب عيالك، ملابسهم، ملابس زوجك، ملابسك، مكياجك، عطوراتك، ساعاتك. قد ما قدرتي خذي من المنظمات. والحين ما حد قاعد عادي يقدر يقول اسعارهم غاليه، عند ابو خمسه موجودات، واوقات يسوون عليهم عروض، يعني تاخذين مثلا 3 ب5 او تاخذين 2 ب5 ارخص منهم ما فيه، بس والله العظيم يفرقون جدا بعمليات التنظيم. ونورت لكم المكان داخل، شوف الرفوف حيل حبيت شكلها، تمنيت لو اني ماخذه بعد واحد ثالث بالزاويه هنا، ما توقعت يجي بالحلاوه هذه. شوفوا كيف رتب لي الاغراض، ومن هنا برضو حطيت الرف الثاني وكمان رتب لي الاغراض. خلاص الحين حطيت السلال هذه هنا عشان احط فيها كل الاغراض والمونه اللي بالدرج وراي الكبير، لان خلاص رمضان قرب واحتاج الدرج اللي وراي هذا الاشياء ثانيه، واكيد الاكواب راح اشيلها من هنا. في بنات قالوا لي ام ساره حطي الاطقم الحلوه هنا، انا ما عندي اطقم صراحه للضيوف، قلت لكم عندي طقم واحد كبير شايلته، اما البقيه لبيتنا فما عندي اشياء حقات ضيافه انا احط. شوفوا كيف حطيت كل الاغراض داخل، صفيتها بالصناديق وخليت بعض الصناديق فاضيه، شايفين كيف؟ علشان اذا جبت اغراض ثانيه اعبي. الحين بنتقل للدرج الثاني اللي هنا، واكيد بشيل كل الاكواب، بغير مكانها وباشوف انا وش اسوي وش اعمل وانا احط كذا. الحين ابغى احط هنا الاكواب، بوريكم اياها ان شاء الله بالفيديو الجاي كيف نظمت كل حاجه. شوفوا كيف، ما راح اوريكم الدرج الثاني، بوريكم اياه لما يخلص، لان في اغراض احتمال احطها فيه. عندي هذا الدرج زين، حاطه فوق تحت هنا الطقم هذا حق قصه ديزني الجميله والوحش، وفوق حاطه الكاسات الكريم كراميل والجلي زين. الحوسه اللي تحت بعدين. المهم بشيل الطقم اللي تحت وبحط المكرونه كلها، علب المكرونه واكياس المكرونه كلها راح اخلي للمكرونه حتى لو يكشف، بس انا احب اشوف الاشياء كذا من داخل تستهويني، فراح اشيل اللي الطقم هذا وادخل هذه الاغراض. تشوفونها كلها راح ادخلها هنا. حطيت هنا كل المكرونه، عندي هنا علبه فاضيه بفرغ فيها اكياس المكرونه، كنت يعني خلصت العلبه وعندي اكياس يعني، فقلت افرغها بالعلبه الكبيره تنظم واحسن. خلاص ضبيت المكرونه هنا، الحين بحط فوق وانزل الاغراض اللي فوق وبحط شيء ثاني فوق، ما ادري صراحه وش احط، قاعد اطالع بالمطبخ، ما ادري اخليهم اشيلهم ماني عارفه، بس برتب كل الكراكيب اللي بدروج اللي قبل وبعدين نبغى نرجع نكمل. شوفوا ايش حطيت، حطيت تحت المكرونه فوق حطيت علب الكورن فليكس، والعلبه اللي على اليسار هذه انا حاطه فيها الكعك. خلاص الكعك اللي تغطونه بالشاي، الحلو فيه انه بعد ما تسكرونه كذا شايفين ما يبين اللي فوق، بس اللي تحت اللي يبين عشان الستاره اللي فوق. الحين خلونا ننتقل لهذا الدرج، هذا الدرج هو اللي مليان حوايس، مليان. تعالوا معي خلونا ننصدم بالدرج الجميل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا جمال الدرج كيف. مليان قربيع ومليان صواني فرن ومليان مدري وش مليان، ابغى اطلعه وامسحه، ابغى اصفيه عن بكره ابي، اللي ابغاه بخليه واللي ما ابغاه بطلعه بالسله اللي ما احتاجها. فخلوني ابدا. رتبت الدرج زي ما تشوفون، استغنيت عن كل حاجه انا محتاجها، شلت واحده ثنتين ثلاثه شلت اربعه انا ماني بحاجتهم، وخلاص كذا انا بقفل الدرج وشكرا. الدرج هذا الدرج اللي قلت لكم عليه اللي انا كنت اياه، هذا طقم الضيوف فوق، الطقم حقي اللي على اليسار المشجر من ساكو، واللي بالنص البرتقالي من ايكيا، وخلاص هذا طقمهم. لا جو نزلت فرطت السفره زين. تحت لحد الان ماني عارفه وش احط، بس انا افكر احط ورده خضراء وبس، ما افكر احط شيء ثاني. ما سويت هذا الدرج شايفين، رتبته كله، شلت كل الصحون كان يستغيث، وكمان هذا الدرج الثاني شوف كيف رتبته زينته. خلاص هذول الدرجين الحين نقدر نقولهم كذا، نقدر نقول شكرا. نجي الحين للشيء اللي بعد. انا كذا خلصت من الدرج اللي فوق، انتهيت. هذا الدرج اللي عند المكيف اللي جوا، جاه المكيف يبغى له تنظيف. الدرج اللي جوا في الفخاريات اثنين حقات الفخار، واحد حق الطاجن المغربي وتحت طنجره الفخار حقت الفرن. تمام الحين نبغى نبدا بالدروج السفليه، وماني عارفه من وين ابدا، فيلا خلونا ببدا مع هذا الدرج اللي دابلن تبدي. خلاص بشوف وش الاشياء اللي ابغاها وش الاشياء اللي ما ابغاها، وكمان في هذا الدرج نشوف، كمان هذا الدرج بشوية كراكيب، بشوف ايش اللي ابغاه وايش اللي ما ابغاه واطلعه.
خلوني ارتبهم وارجع. الحين جاء دور الستارة هذه، زين انا بحط وراها حركة جدا ذكية، بتفكري ازمة عن الحوسة. خلوني احط الاغراض وارجع لكم اوريكم ايش الاشياء اللي حطيتها ورا. طبعا الستارة هذه انا مركبتها، تلقون طريقة تركيبها بالفيديوهات السابقة موجودة، حطيتها عشان اقدر استفيد منها وداري من فيها اغراض، وكمان تعطيني منظر كذا ريفي وحلو بالمطبخ. فخلوني احط الاغراض اللي ابغى احطها ورا، خلوني اوريكم ايش حطيت هنا. شوفوا، حطيت آلة البيض، سلق البيض، حطيت الفود بروسيسر، محضرة الطعام او مطحنة الطعام، وهنا حطيت عصارة البرتقال، وهنا حطيت الخفاقة حقت الكيك، واخر شيء حطيت هنا مطحنة القهوة، ورا حطيت ستاند التصوير الصغير لاني احتاجه دائما بالمطبخ، يعني هذا حق الطبخ بس. فدارت لي كل الكهربائيات الخفيفة اللي أنا أحتاجها دائما بالمطبخ، وخلاص صارت مهم بينا. أحسن إني ما أتحشها داخل الدروج، لا أحطها هنا ولا أحتاج تحبت أرد. الحين يا حلواتي عندي هذا الدرج، نظفته ومسحته، ماني عارفة وش أحط فيه. هنا كانوا أطباق البلاستيك، أفكر أحط فوق برقان المية، وتحت بحط علب البلاستيك الصغيرة. إلى الآن أنا ماني عارفة، بس برتبه وارجع لكم كذا ترى أنا أفكر. وسامحوني ما اقدر انه انا اثبت الكاميرا واقعد ارتب واحط قدامكم واوريكم، لان الامر جدا صعب. انا ماني محجبه، انا اغطي وجهي، فصعب انه انا عيني بس على الكاميرا، لا يطلع وجهي لا يطلع خصله من شعري، فحريصه جدا جدا من هذه الناحيه. لكن اخواتنا المحجبات الامر جدا سهل، انا اثبت الكاميرا وتتحرك. فانا قاعده اوريكم درج درج ايش كيف انا قاعده استغله وكيف طريقه ترتيبي. عندي هنا شويه برازق، قلت افضيهم واحطهم بالعلبه هذه احسن مهم ماخذين حيز وحوسه داخل الدرج. شوفوا حطيت هنا كل حافظات الكيك، عفوا مو الكيك، الحافظات حقات الاكل الاشكالها حلوه حقات التقديم، وتحت انا حاطه الشيالات. كذا صاروا عندي الدرجين خلاص، كله للحلويات وللضيافه، كله كذا مع بعض واقفل. الحين ابغى اجي على الدرج هذا، انا فضيت اللي فوق هنا الترامس هذا، رجعنا للدرج هذا مرة ثانية، بس أنا رتبت حاجة قبل وقلت أرجع هنا. شوفوا كيف عندي فوضى، تحت حاطة الصحن المقسمة وصحن الفواكه، هنا الحافظات تكة وتستشهد، وهنا حاطة صحن التمر والأشياء الثانية يعني حاطتها هنا. شوفوا إيش سويت، حطيت الحافظات فوق خلاص كلها، وفي حافظة استغنيت عنها ما أبغاها. تحت حطيت كل الترامس حقاتي، هذه كل ترامسي، وفوق هنا على اليسار حطيت الأكواب الغالية على قلبي، هذه كلها من ماما، بعضها جايبته من ألمانيا وبعضها جايبتها من النمسا، فكله حطيته هنا. يعني هذه ذكريات ما أبغى أفرط فيها ولا أبغاها تنكسر. هنا تحت حطيت الأمأم حق القهوة، والبريك هذا الكبير اللي ورا هذا حق الطقم حق الضيوف، هنا حاطته مع البرقان يعني. وهنا يا بنات أنا حاطة صحون، وهنا حاطة صحون المقسمة وحقات الغرف ومدري إيش، صحون الرز القزاز، وتحت حاطة جيكات أو برقان المية. كذا الدروج عندي صارت فل الفل. الحين ننتقل لهذا الدرج الكابوس. ما راح أغبي عليكم ولا شيء، بفتح الدرج وتشوفون بنفسكم كيف الحوسة من داخل. شوفوا كيف الحوسة، شايفين؟ كهذا المكان الفاضي كنت حاطة فيه صندوق الشمع اللي حطيناه هنا، تذكرونه؟ اللي حطيناه هنا، هذا كان هنا ترى. فقلت خلاص بشيله وحطه هنا بالدرج، وهذا خليه بس للبخور ومعطرات البيت. شوفوا يا حلواتي ايش سويت، خلاص حطيت المعطرات فوق، تحت هنا المنظفات، واخر شيء حقات التغيير، الفوط هذه القطع اللي اغير عليها، الاسفنجات اللي احط عليها المواعين المبلوله، الاغطيه حقات الصواني كنا احط. الحين يا حبيبات قلبي جينا عند العلب هذه انا قدني كنت ماخذتها المره اللي فاتت، وريتكم اياها من ديره التوفير بالرص، وقت كنا بالقصيم وريتكم اياها بالفيديو السابق اللي قلت لكم مغبش. والحين ابغى اعبيهم، انا عندي هنا طحين حليب وعندي طحين خلاص، بس العلب هذه حطتها انا بالفريزر الكبير، وصعب اني اروح كل شوي، قلت اخذ العلب هذه اعبيها، حجمها مره صغير، ولا خلصت رجعت عبيتها مره ثانيه، احسن من سري مري كل شوي رايحه جايه. خلاص قد عبيت العلب. الحلو بالعلب شوفوا من فوق تقدرون تصبون زي ما تبغون، حيل حلوات. تندمت لي ما خذيت عدد اكثر، لانهم حيل حلوات وجميلات، وكمان حجمهم يعتبر ممتاز، فيك تسوي منهم طبختين يعني بالراحه كذا او كيكتين. وكمان الحين قاعده احط هنا الطحين،
بحط العلب الكبيرة هذه بالفريزر العمودي اللي داخل، وبإذن الله تعالى قبل رمضان بنعبيه كله تفريز بإذن الواحد الأحد. وبالفريزر الداخلي بحط العلبتين هذولة، بس حاليا راح احطهم بالدرج لحدات ما نرتب الفريزر ونشوف وش فيه. هنا راح احط علبة كذا خلاص. حابة اوريكم هنا صحون خذيتها من ابو خمسة. يا بنات الصحون هذه انا من زمان اتمنى القى نفس الرسمة هذه، شفتها مرة بقناة باليوتيوب ومرة حبيتها، قناة باليوتيوب هندية، حبيت منظر الصحون، لقيت شبيهة لها ولله الحمد. خلوني أوريكم، شوفوا جميلة فوق ما تتصوروا. وقاعدة خشب ما أتوقع أني أستخدمها، بس لا هي يجي معها قاعدة أصلا. دقيقة هذي شلون تنفتح، هذي تمعط كذا، شوفوا هذه قاعدة خلاص. وهذا الصحن الأول، شوفوا جمال الصحن، شايفين حيل واقعة بغرامه، شوفوا جمال الصحن، شايفين التفاصيل كأنه رسم يدوي. ومعه الصحن الثاني، شوفوا جمالهم. كل هذا يا بنات بخمسة، اثنين مع القاعدة. كمان خذيت نفسهم بسنون ثاني، يعني كل الطقمين بعشرة. هذا لون ثاني، تمنيت لو ألقى الأصفر، حاطين أصفر هنا بس ما لقيته. هنا شوفوا الكرتونة حاطين أصفر. هذا الصحن شايفين، وهذا الحلو وهذا الثاني. ايش رايكم يا بنات؟ انا واقعة في غرامهم، حيل جميلات على فكرة. تراهم مو كبيرات، يعني ممكن تحطين فيهم هنا مثلا، تعبين شوربة هنا، تحطين الخبز حق الشوربة المقلي، ممكن تحطين هنا مثلا طبخة هندية، إدام، رز كذا، حجامهم حلوة، أي شيء ينفعون فيكي بس بالتقديم الخشبي وفيكي بدون. بس أنا وقعت بجمال الرسمات، واضح إني خالقة معاهم على الأخير، رقيقات جدا جدا جدا. أنا ماني من عشاق المواعين البيضة نهائيا، أحب المواعين الملونة. كذا يا بنات انا اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. بتقولوا لي يا ام ساره خلصتي؟ بقول لكم ما خلصت لسه، باقي لي لسه 6 دروج بس. الحين الساعه 9:30 وانا صاحيه من الساعه 4، احس انه خلاص صاحيه، عفوا من 4:30، احس انه خلاص قدني تليشت ونعست وطفيت. فانا بكمل الفيديو الحين، والجزء الثاني ان شاء الله بصور لكم اياه بالفيديو اللي بعد، يعني ينزل لكم ان شاء الله الجزء الثاني من الفيديو. بس خبروني تبون انزل الجزئية اللي انا ما نزلتها، اللي هو الفيديو المغبش ولا لا، علموني بالتعليقات. اتمنى يا رب تكونوا تحمستوا، واتمنى يا رب تكونون استمتعتوا واستفدتوا. اشوفكم على خير بمشيئة الله تعالى. شكرا لكل البنات اللي قاعدات يدعموني، شكرا على 37,000 مشتركة. اسأل الله سبحانه وتعالى تكونوا شاهدين ليلة علي، واسأل الله سبحانه وتعالى اني التقي معاكم في جنات النعيم على سر المتقابلين. واسأل الله كمان سبحانه وتعالى على ان كل حاجة قاعدة اقدمها تكون خالصة لوجهه الكريم. كذا اقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مع السلامة.